السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من الملخص الأسبوعي لأخبار دي سي. وقبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا على أول خبر معانا النهاردة، وهو عن الجزء الثاني من فيلم الجوكر، اللي طبعا بعد ما جاب تقييمات سيئة على المستوى النقدي والجماهيري في كل المواقع بيكمل في سلسلة الفشل وبيحقق إيرادات أسوأ بكتير من تقييماته، وبيجيب في الافتتاحية بتاعته حوالي 40 مليون على المستوى المحلي وتقريبا 116 مليون كإيرادات كلية، علشان يتعلن بشكل رسمي انه فشل تجاريا، لانه محتاج يجيب 450 مليون علشان يعمل بريك ايفن، وده مستحيل طبعا انه يحصل بسبب التقييمات اللي جابها واللي هتقلل ايراداته بشكل كبير في الاسابيع اللي جاية. علشان كده هتلاقي شركة الانتاج منزلها كمان اسبوعين ولا حاجة ديجيتال، وده علشان يعوضوا الخسائر شوية، ويمكن حتى مبيعات الديجيتال صعب انها تخليه يعمل بريك ايفن. والحمد الحمد لله ان الفيلم ده مش تبع استوديوهات دي سي، لاننا كنا نسمع ساعتها الصياح من اللي ما يتسموش واللي كانوا هيلبسوها ساعتها لجيمس جان، ويقول لك انه الفيلم فشل بسبب تدخلاته زي ما قالوا على فيلم فلاش واكوامان، مع انه ما تدخلش فيهم باي طريقه غير انه حذف البوست كريديت بتاعتهم علشان ما يهمش الناس بحاجه مش هتحصل في المستقبل. فهو بنشوف المخرج توت فيليبس نفسه بيطلع وبيقول انه ما فيش حد اتدخل من استوديو دي سي، ويا ريتهم صراحه اتدخلوا، لان ساعتها الفيلم كان ممكن يتنقذ ويحقق اي نجاح حتى لو بسيط. كمان بنعرف ان وورنر براذرز ادت كامل الحريه للمخرج علشان يعمل اللي هو عايزه في الفيلم، اللي فكرته كانت مبنيه على حلمه خواكين فينيكس، ومش عايزين الفيلم يفشل. ما طبيعي يفشل بعد الهطل ده، يعني حتى المخرج ما عملش تيست سكريننج زي ما بيحصل مع باقي الافلام علشان يقدروا يحددوا المشاكل اللي في الفيلم ويحاولوا يعدلوها. يعني انت للدرجه دي واثق فيه وفي ذكائه الخارق لدرجه انك تدفع 200 مليون وما تشرفش على اي حاجه في الانتاج؟ يعني توت فيليبس عامل كانه واحد فتح مطعم وبياكل الناس اللي على مزاجه، بيقدم لهم الاكل اللي هو بس بيحبه مش اللي هم بيحبوه، ومتوقع ان الناس هتجيله. فانا مش عارف ايه الغباء ده، والصراحه انا فرحان في شركه الانتاج لانهم هم السبب في كل اللي حصل. اما بالنسبه لبيس ميكر، فجيمس جون بيعلن عن انه خلص تصوير نص المسلسل، يعني نقدر نقول ان المسلسل هيخلص بالكامل على نهايه السنه علشان يبداوا في مرحله البوست برودكشن، واللي ممكن تاخد حوالي من 5 ل 6 شهور، بحيث ان المسلسل يكون جاهز انه ينزل ان شاء الله بعد فيلم سوبرمان بشهرين تقريبا، يعني على اواخر 9 او بداية شهر 10. اما جون كينيمان اللي عمل دور ريك فلاج، فبينفي بشكل مبالغ فيه ظهوره في مسلسل بيس ميكر، وطبعا لما تلاقي واحد بيتكلم بالطريقة العجيبة دي اعرف على طول انه بيكذب وهيكون موجود في المسلسل، لان الصراع اصلا ما بين ريك فلاج سينيور وبيس ميكر هيبقى بسببه، وابوه هيكون موجود في المسلسل، اكيد هنشوف له مشاهد فلاش باك وهو مع ابنه علشان نعرف طبيعه العلاقه ما بينهم كانت عامله ازاي، والا الصراع نفسه ما بينهم مش هيكون ليه اي تاثير. عندنا كمان خبر عن ان انا نوجويرا المؤلفه بتاعه فيلم سوبر جيرل هتكتب الفيلم الجديد بتاع التين تايتنز، والكلام ده كانت قال ساعه لما تم الاعلان عن الفيلم نفسه، فدلوقتي بنشوف ان في تقارير كتير بتاكد الكلام ده، وانا شايفه كلام منطقي، خصوصا ان احتمال كبير شخصيه سوبر جيرل تكون في الفيلم. وكمان واضح ان جيمس جان حابب ستايل الكتابة بتاع المؤلفة، لانه كان عاجبه جدا السكريبت بتاع سوبر جيرل، ومش هو بس الصراحة، يعني من الاخبار اللي طالعة ان في ناس كتير قوي جوه الاستوديو هم كمان معجبين جدا بسكريبت الفيلم، فمن الطبيعي ان ده يحصل، وفي اعتقادي ان فيلم التين تايتنز ممكن ينزل بعد فيلم سوبر جيرل بسنة. اما بالنسبة لشخصية فلاش، ففي كلام كتير بيتقال على ان الشخصية هتتقدم لاول مرة في العالم السينمائي الجديد من خلال الانيميشن، وانا برضو شايف ان لو ده حصل فهيكون قرار مظبوط بنسبة 100%، لان شخصية زي فلاش وحتى اكوامان ووندر وومن، الشخصيات دي كلها البراند بتاعتها وقعت، فمش هينفع تجازف وتعمل لهم افلام دلوقتي لايف اكشن الا لما ترجع البراند مرة تانية، ومفيش اسلم واضمن من الانيميشن علشان ده يتحقق، خصوصا بالنسبة لشخصية فلاش، لان قدراته صعبة جدا انك تقدمها بشكل كويس وتبدع فيها من خلال اللايف اكشن، لكن في الانيميشن هيكون في مجال اوسع انك تعمل فيه اللي انت عاوزه، بعد كده تقدر تعمل حاجة مشتقة منه لايف اكشن عن شخصية في العالم بتاعه سواء فيلم او مسلسل، وانا افضل انه يكون مسلسل، وبعد كده تقدمه في فيلم الجاستس ليج.
ومن خلال ردود فعل الفانز عليه تقدر تعرف إذا كان ينفع يتعمل له فيلم لايف أكشن ولا لا. ونفس الكلام بينطبق على باقي الشخصيات اللي زي أكوامان ووندر وومن. أما بالنسبة لأخبار مسلسل اللانترنز، فبعد ما تم اختيار كايل شاندلر في دور هال جوردن، وأنا قلت إن ده اختيار كويس وأفضل بكتير من جوش برولن، وحتى شفت له صورة كده AI وهو لابس البدلة شكله جامد جدا، خصوصا لو تصميم الشخصية طلع بالشكل ده، هو بس محتاج ينزل شوية في الوزن والناس ساعتها هيشوفوا قد إيه هو لايق على الشخصية. أما بالنسبة لدور جون ستيوارت اللي هيكون جرين لانترن الأساسي بتاعنا، فبعد ما طلعت أخبار كتير في اليومين اللي فاتوا عن ان الاستوديو بكل الناس اللي فيه مايلين اكتر لستيفن جيمس، وبالنسبه لي لو كانوا اختاروه كان هيبقى اختيار كويس ولكن مش الاختيار الافضل، لان الاختيار الافضل بالنسبه لي وبالنسبه لكل الفانز تقريبا كان ارون بير، وده لانه النسخه اللايف اكشن الحرفيه لجون ستيوارت اللي في مسلسل جاستس ليج الانيميشن، ودي اشهر نسخه للشخصيه، فانت لو عايز تقدمها في العالم السينمائي يبقى لازم تفكر الناس بالشخصيه دي. وبما اني فاهم جيمس جون كويس بيختار الكاستنج زي، وانا يمكن اول واحد قلت ساعه لما كانوا بيعملوا اوديشن لفيلم سوبرمان ان ديفيد كونسويت وريتشل بروزنان هم اللي هياخدوا الادوار، ونفس الحكايه بالنسبه لميلي الكوك سوبر جيرل، علشان كده كنت مصدوم نوعا ما لما قالوا انه عاوز ستيفن جيمس، لكن بعدها بيعلن رسميا عن ان ارون بير هو جون ستيوارت، وده اختيار مفيش احسن من كده الصراحه. وانا يمكن شايف حتى ردود الافعال تقريبا كلها حابه الاختيار، والناس اللي ما كانتش متحمسه قوي للمسلسل بدات تركز معاه اكتر، حتى الراجل الاهبل اللي اسمه ارون فيشر ده عجبه الاختيار، ودي اول مره يقول حاجه عدله على جيمس جون. كمان بيتم اختيار الممثله كيلي ماكدونالد علشان تنضم للكاست، ومش مؤكد حتى الان هي هتقوم بانهي دور، لكنه هيكون دور بطوله مش دور ثانوي، وتقريبا كده هتكون حبيبه هال جوردن. كمان بيتم تعيين المخرج ستيف هوز علشان يخرج اول حلقتين، وبكده نقدر نقول ان المسلسل هيبدا تصوير في النص الاول من السنه اللي جايه. اما اخر حاجه معانا النهارده وهو بوستر شفناه نازل على المواقع، وبيتقال ان ده جزء من الدعايه بتاعت فيلم سوبرمان، وطبعا جيمس جون طلع ونفى الكلام ده، ومش عارف بوستر ايه ده اللي هيكون جزء من دعايه الفيلم وهينزل قبل ما الاستوديو نفسه يعلن عنه. واصلا لما تيجي تبص على البوستر هتعرف انه رخيص، مجرد شعار سوبرمان على خلفيه زرقاء ومكتوب عليه اسم الفيلم والممثلين، يعني اي حد يقدر يعمله في 10 دقايق على موبايله، فمستحيل طبعا يكون تابع للاستوديو. وبعدين اول بوستر عمره ما هينزل غير في حدث كبير زي الكوميك كون مثلا اللي هيكون في شهر 12 في البرازيل، ومش هيبقى بالشكل ده، هيبقى عليه سوبرمان نفسه مش مجرد الشعار بتاعه. كمان بنعرف ان الناس اللي جوه شركه وورنر مبسوطين جدا بالشغل اللي اتعمل على الفيلم لحد دلوقتي، ومش بس الناس اللي في الاستوديو، ده كمان كل اللي زار موقع التصوير مبسوط جدا من اللي شافه، من ضمنهم ثلاثة تقال قوي في مجال الكوميكس زي كيفن ماجواير، واحد من اشهر الرسامين في مجال الكوميكس واللي عمل الجاستس ليج انترناشونال، كمان سكوت سنايدر، وده غني عن التعريف كواحد من اشهر كتاب الكوميكس حاليا، واخيرا روبلي فيلد اللي عمل شخصيه ديدبول، وده واحد على فكره من الناس اللي كانوا داعمين للسنايدر فيرس بشكل كبير على كل حساباته في السوشيال ميديا، وعلشان كده بيهاجموه دلوقتي، لان بالنسبه لهم هم مش محبين لدي سي اصلا، هم محبين لزاك سنايدر، وبالتالي اي حاجه مش تبعه هيهاجموها وهيبقوا عايزينها تفشل حتى لو كانت ملحميه وافضل حاجه اتقدمت في التاريخ، هيطلعوا برضه يقولوا عليها وحش، لذلك رايهم ملوش اي لازمه لانه رايه عنصري وما فيهوش ريحه الموضوعيه، دول ناس لا اما تبقى معاهم وتدعم زاك في كل اعماله وتقول عليها انها عظيمه حتى لو كانت وحشه، وتقول على اي حاجه لجيمس جان انها وحشه حتى لو لسه ما شفتهاش، فبالتالي رايهم دايما مكانه في الزباله. انا عن نفسي متحمس جدا للفيلم، ونفسي شهر 7 يجي على طول واروح اتفرج على الفيلم في السينما اللي ما رحتهاش بقالي سنين من بعد الكورونا، بس افلام العالم السينمائي الجديد بشكل عام وفيلم سوبرمان بشكل خاص ما ينفعش غير انها تتشاف في السينما وسط الجمهور وفي اول يوم عرض ليها. وبس كده، دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.